خلاص كلها ان شاء الله 3 ايام بس، وان شاء الله يهل علينا عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. وابتدت الاستعدادات بالفعل من ايام، من اسبوع يمكن، على قدم وساق داخل الوزارات المختلفه. وزاره التموين مثلا والتجاره الداخليه اكدت ان اجهزه الرقابه المختلفه داخل الوزاره بتعمل حملات لضبط الاسواق خلال ايام العيد، وكمان هتحرر محاضر ضد اي شخص هيحاول التلاعب في المنتجات الموجوده حاليا والمطروحه في الأسواق. ده في الوقت اللي طرحت فيه الوزارة خراف حية بسعر 62 جنيه للكيلو من خلال منافذ شركات الجملة والمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وده طبعا أكيد لمواجهة الزيادة الموسمية للطلب على اللحوم الطازجة والمجمدة والحية.